لا شوف يا ابني، مش انا بقول عنده فكرة، ده هو كاتب في الكتاب بتاعه تأله الناسوت. تأله الناسوت، وانا كاتب بالصفحة دي موجود فيه. وتأله الناسوت دي اخذها عنه الراهب البقاري لما قال تأله ناسوت الرب يسوع، وحط من صفحة 59 لصفحة 70 كلام عن تأله الناسوت. فإذا تأله الناسوت يبقى الطبيعة البشرية راحت، يبقى إحدى الطبيعتين تلاشت تماما. لا، الناسوت لا يصير لاهوت. ما يقول ما بيهرطق اللي هو بيقول. هو انت زي ما يقول تقول وراه. غلط يا حبيبي، كلمة الناسوت صار لاهوتا.